النمسا تشدد قانون مكافحة الفساد على الصعيد السياسي. مقطع فيديو يظهر فيه تدمير مدفع هاوتزر النمساوي في أوكرانيا. الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة عند أردني في فيينا. وفاة شابة سقطت من نافذة سكنها الطلابي قرب فيينا. مرحبا بكم بنشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت النمسا عن تعديل قانون مكافحة الفساد خاصة في المجال السياسي في الفترات الانتخابية، متواعدة بعقوبات صارمة ضد أي تجاوز. وقدمت وزيرة العدل ألما زاديتش والوزيرة الدستورية كارولين إتشادلا الحزمة الجديدة، وأهم نقطة في التعديل هي منع شراء تفويضات الانتخابات للمرشحين لمنصب معين وتوسيع مفهوم الرشوة لموظفي الدولة، بحيث من الممكن فقدان المنصب في حالة الإدانة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير على تويتر يظهر المدفع هاوتزر نمساوي الصنع في منطقة بشرق أوكرانيا تتعرض حاليا لقتال عنيف. وحسب ما ذكرت صحيفة كروني أنه واحد من 35 مدفع هاوتزر تم بيعه إلى لاتفيا عام 2017 في عهد وزير الدفاع آنذاك نوبرت دارابوز من حزب SPO، ولاتفيا تبرعت به لأوكرانيا. يذكر أن النمسا لا تقدم أي أسلحة إلى أوكرانيا كدولة محايدة، وحتى الآن لم تصرح وزارة الدفاع النمساوية عن مقطع الفيديو المذكور. أعلنت وزارة المالية في النمسا أن الجمارك صادرت كمية كبيرة من السجائر وتبغ الشيشة ومنشطات جنسية مهربة عند مواطن أردني في فيينا، وتم مصادرة ما يصل ل 9000 سيجارة و26 كيلو من تبغ الشيشة وما يزيد عن 900 منتج جنسي. وسبق العملية عدة إعلانات لبيع البضائع المهربة للأردني. وقال وزير المالية ماغنوس بقونا: تشير نتائج التحقيق التي أجراها محققو جمارك إلى أن هذه قضية تهرب ضريبي وتعدي متعمد على بائعي التبغ الرسميين. توفيت طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً بعد سقوطها من الطابق الخامس في السكن الطلابي التابع لمدرسة هاتي إل في مدينة مودلينك في النمسا السفلى بعد عطلة عيد نهاية الميلاد. وحسب صحيفة كروني كانت الطالبة مميزة بين زملائها، ويوم الأحد الماضي عادت لينا إلى مدرستها في مودلينك، وفي مساء الاثنين غادرت الطالبة غرفتها ولاحظ زملاؤها غيابها، وبعد البحث عنها عثروا عليها مستلقية على الشرفة حيث تبين أنها سقطت من الطابق الخامس وتوفيت على الفور، ولم يعرف السبب وراء ذلك، هل هو انتحار أم قام أحد بدفعها؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لكم مني أطيب التحيات، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.